حالتنا حفاظ على صحتك مش صعب مع مدربة الصحة ثانية صعب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك آني، كيفك اليوم؟ منيحة، بس هيدا الحلقة الأخيرة تبعنا، بس أكيد بس إن شاء الله رح ترجعي قريبا. هالحلقة رح نحكي عن النباتي الفيجيتيريانز والفيجنز، هل هن أكتر صحيين منا يلي الناس يلي عم ناكل لحمة؟ بدي أعرف. فأول شيء أهلا وسهلا فيك، وتاني شيء هل هن عن جد بكلمة واحدة إيه ولا لا أكتر صحيين منا؟ ما فيني جاوب على هذا الجواب، لأنه مثل ما قلنا بأول حلقة في شيء اسمه بايو انديفيدواليتي. شو بيمشي لشخص ما ضروري يمشي لشخص تاني. هلا اكيد في كتير ستاديز انعملوا بيقولوا انه ايه نحن سنيننا معمولين تناكل خضره، نحن جسمنا مش معمول مثل الاجسام غير اشياء. لي هو نحن كانسان كبرنا تنصير ناكل لحمه ودجاج وسمك. إذا أنت بتحس حالك أنه أنا لازم لي أكل لحمة ودجاج وسمك وجبنة وليهنة بدي أكلهم، بس إذا أنا بحس حالي منزعج من هالأشياء وما بتناسبني ما رح أكلهم. هلأ في عالم بيصيروا فيجيتيريان وفيجن كرمال الطبيعة، كرمال البيئة، لأنه مثلا في كتير بقر والبقر بتستعمل أكتر مي وكذا شغلة. بس أنا بدي أوصلكم اليوم أنه أهم شيء مش نكون ولا فيجيتيريان ولا فيجن، بس تنكون صحيين نكون بلانت بيست. شو يعني بلانت بيست؟ بلانت بيست يعني أكترية أكلنا يجي من الطبيعة، أكترية أكلنا يكون خضرة وفواكه وحبوب. مش يعني ما بناكل لحمة ودجاج، بناكل لحمة ودجاج وأجبان وقلبان وسمك، بس الكمية الأكبر تكون خضروات. اوكي انا باكل كل شيء، فانا كنت خايفه هو ممكن لازم اكون نباتي، بس بحب الدجاج. يعني هيدا الشيء بحس انه يعني بيقوي بطاقه، بيعطيني طاقه. فا اوكي حلو، بدي اقول لك شيء عن الدجاج. الدجاج كثير منيح للصحه، بس للاسف اكتريت شركات الدجاج بحطوا فيهم هرمونات، بحطون فيهم انتيبيوتيك. فوقتها بدكم تشتروا دجاج او بيض تتاكدوا انه الدجاج مش محطوط بالكيجز مثل حبس للدجاج، ما بعرف شو بيقولوا له بالعربي، او ما يكونوا عم بيعطوا انتيبيوتيك ويكون كمان من دون هرمون. فوقتها بنشتري دجاج وبيض فينا نتاكد بالسوبر ماركت بيكون مكتوب عليهم وبيولوجيك يعني اكيد أورجانيك. اكيد. وكمان انه ما مثل ما قلتي ما فيه انتيبيوتيك، صح؟ لانه عم ناكل هيدا الشيء، عم ناكل الانتيبيوتيك، صح؟ شو بيصير مع اجسامنا لما عم ناكل الدجاج مثل هيدا؟ الانتيبيوتيك هو اللي بيعطوه للدجاج تيقتل البكتيريا المنيحه. نحن في عنا بكتيريا منيح وبكتيريا مش منيحه. معدتنا اللي بنسميه بالانجليزي الجوت فيه بكتيريا منيحة وبكتيريا مش منيحة. وقتها بناخد انتيبيوتيك كل البكتيريا منيحة ولا مش منيحة بتموت. بجنيك كتير مهم ما ناخد انتيبيوتيك. هيدا اول شيء. وتاني شيء انت قلت انه يكون اورجانيك. هلا اذا فينا ناكل اورجانيك اكيد بيكون افضل، بس اذا ما لقينا اورجانيك اتس اوكي، طالما ما فيه هرمونات، طالما ما فيه انتيبيوتيك، وطالما الدجاجة مفلوتة بالطبيعة تمام. حلو. وفي كتير فيجنز وفيجيتيريانز انا بشوفهم بياكلوا كتير كربوهيدرات، صح؟ لازم نحكي عن الكربوهيدرات. اكيد يعني بيعطينا طاقه، بس كمان بيخلينا نحس يعني سليبي غافي، لانه بيحول الى السكر. شو بيصير مع الكربوهيدرات؟ اوكي قبل ما نحكي عن الكربوهيدرات يعني النشويات، بس بدي شدد على انه اللي بيكونوا فيجن وفيجيتيريان اللي بياكلوا بس اشياء نباتيه كمان هن لازم يكونوا عم بياكلوا بروتيين، يعني اشياء مثل حبوب، تيكونوا عم بيغذوا حالهم.
وليه في كتير عالم ضد النباتي؟ لأنه في فيتامينات منا موجودة بالنبات، منلاقيها بس باللحوم، مش هيك بيصيروا في عندهم هن نقص وبياخدوا فيتامينات زيادة. هلا اللي بياكل كتير نباتي ليه بياكل كتير كاربس؟ أول شيء الواحد وقت عم بيتغدى عم بيتروق عم بيتعشى بده يشبع، تيحس حاله إنه أوكي أنا هلا فيني كفي نهاري. وقت بياكل بس أشياء نباتية، النبات ما بتاخد كتير وقت تيهضمها الجسم، الكاربس تاخد تقريبا 2 لـ 3 ساعات تيهضمها الجسم، فبياكل كتير كاربس تيقدر يحس حاله إنه شبع. اللي بياكل لحمة ودجاج البروتيين تاخد 3 لـ 4 ساعات تتهضم. صح، مشان هيك اللي بياكل كتير نباتي بصير بياكل اكتر كاربس تيعبي عن البروتيين. بس في فرق بالكاربس، مثل ما قلنا في السكر الطبيعي والسكر المش طبيعي، في عنا الكاربس الكامل بالعربي سوري بالانجليزي بيقولوا له كومبلكس وسيمبل. كومبلكس يعني بظن هو كامل، والسيمبل يعني بيجي فردة، منا أكيدة عن هول الاثنين، بس كقصدي ككلمات بالعربي. أوكي، الكومبلكس كاربز هو الأشياء مثل الحبوب، مثل الحبة الكاملة، مثل الأشياء اللي وقتها بيفوتوا على الدم بياخدوا أكتر وقت تيطلعوا السكر بالدم. بس السيمبل كاربز مثل الفواكه، مثل الشوكولا، مثل البونبون، مثل الخبز، هول دغري بيطلعوا السكر بالدم. ومش بس هيك، كم مرة مثلا أنا أكلت شي في كاربز ودغري من بعدها حسيت بالجوع؟ ايه شو بصير؟ لازم أعرف. سوري. اوكي. ليه بيصير انه وقتها بناكل سيمبل كاربس السكر بالدم دغري بيطلع لفوق وبيرجع بينزل بسرعه، فدغري بنرجع بنحس انه انا ما بقى في طاقه، بدي طاقه، فبجوع وجسمي بيرجع بيطلب. كذا مره نحن مثلا بنكون اكلنا شيء حلو، من بعد ساعه بنرجع بيطلب جسمنا حلو. ليش؟ لانه بيكون السكر بالجسم بالدم طلع انقشط بده يرجع يطلع وبيخلينا ناكل اكتر من اللازم. صح، ومنفوت بسايكل بدويره. وقصدي لما بقول اكتر من اللازم، اكتر من يلي اجسامنا بده. صح، اكل مثل ما بدكم. بس واو، يعني الكاربز، يعني في علاقه بين الكاربز وبين العقل. صح، شو الكاربز بيحكي للعقل بيحكي لحالنا تعامل. هو مش بس واو. الكاربز بالجوت بالمعدة، مش المعدة، المعدة استوما، الجوت ببطننا، في عنا نيرفس سيستم مثل براسنا. واصلا بيقولوا لك انه بطنك هو تاني عقل، your gut is your second brain. مش هيك كتير مهم مثل ما حكينا قبل انه نوعية الاكل بتفوت على جسمنا تكون صحية. مش لانه اذا انا اكلت شيء حلو يعني رح انصح، مش ما خص النصاحه، خص كيف هيدا رح يتحول بجسمنا وكيف رح ياثر على السكر بالدم وكيف حتى رح ياثر على الهرمونات اللي بعقلنا. فالواحد فيه يحس بالحزن بس ممكن مش كرمال السراوندينغ حواليه، ممكن من ورا الاكل. صح، كيف فينا نحافظ على الـ gut bacteria تكون بـ يعني المستويات الصحة؟ أوكي، أول شيء دايماً نكون عم ناكل خضرة، ناكل أشياء هي فيها بروبيوتيك مثل اللبن، مثل الكبيس، مثل الكفير، مثل العيران، هول أشياء كلهم أصلاً فيهم بروبيوتيك. على القليل ناكل فواكتين، فواكة واحدة بالنهار لانه فيهم فيتامينات كتيره. ودائما نكون عم نتاكد انه اذا اكلنا شيء بياثر على جسمنا بطريقه، انه في سؤال دائما فينا نساله لحالنا وقت عم ناكل، هو هيدا الاكل بسهل ولا بيعلق؟
التهضيم. اذا بنحس انه بيسحل بناكل منه، بس اذا بنحس انه هيدا شيء بيعلق كيف نحن بنهضم نخفف منه ما ناكل كثير. واكيد اذا بنعرف نحن انه الجوت تبعنا منه صحي، لانه مثلا بنعمل كثير بلوتينج يعني نفخه، او مثلا عندنا غازات فارتينج، او مثلا بيصير معنا رفلو، هول الاشياء بتعني انه الجوت تبعنا منه صحي. فلازم نحن اول شيء نفهم ليه هول الاشياء عم بتصير، وقتها تصير نشوف شو اكلت، هيدا الشيء اثر شيء على انا هلا كيف حاسس حالي. واكيد غير انه ناكل خضره دائما وفواكه، ونكون عم نعطي لجسمنا اللي عاوزه مثل البروبيوتيك. اذا ما فينا ناكلها من الاكل ناخدها كحبوب. اذا بنرجع اول موضوع بالنباتي الفيجنز والفيجيتيريانز، يعني كل واحد منا حر صح اكل مثل ما بدكم، انا بشجعكم انا بدعمكم، بس اذا الناس بدهم يضلوا ما بياكلوا البروتين من الحيوانات صح. وانت قلت انه في فيتامينات بس موجود بس بالبروتين صح. من الحيوانات مش من النباتي، شو بتنصحي للنباتيين والفيجنز كمان عن كيف فيهم يحافظوا على الصحة وبيخلي بهيدا النمط الحياة اللايف ستايل؟ أكيد. هلا رح أقول لك شيء ما قلته قبل، هو إنه من زمان وقتها كنا ناخذ الخضرة من الأرض، بالأرض كان في هيدا الفيتامين بي 12 اللي أكترية النباتيين ما عندهم إياها. بس هلا لانه نحن وقتها بناخذ الخضره بننظفها كثير منيح، فيها بيستسايد انسكتسايد، بطل في بي 12، مشان هيك بياخذوها كسبلمنتس. اللي بده ياكل اكل نباتي وما ياكل لحمه ودجاج، اهم شيء يكون عم بيتاكد انه عم بينوع البروتين اللي بياكلها من الحبوب، من الفستق البندق اللوز الجوز. مش بس هيك، ياخد سوبر فودز مثل الشيا سيدز مثل السبيرولينا، هول اشياء فيهم كمان فيتامينات كتير مفيدة للجسم. واكيد كل 6 اشهر الواحد يعمل فحص دم تيتأكد انه كل شيء مرجلش وكل شيء تمام. واذا عايز ياخد بي 12 ياخدها للبي 12. هيدا الشيء كتير كتير مهم، سبيرولينا شيا سيدز معرفة من قبل. مرسي كتير على كل هالمعلومات، مرسي على كل المعلومات من كل حلقاتنا وكل وقتك معنا. عن جد أنا بقدر حضورك كتير كتير، وبعرف إنه كتير من الناس هون في لبنان وبالعالم عم بيستفيدوا من هيدا المعلومات بيحسن الصحة تبعهم. وعن جد بقدرك ووجودك معنا، مرسي، يعطيك ألف عافية. مرسي إليك آني، هيدا كله من وراك وجهدك وشغلك إليك، ولأنه أنت بديك إنه يكون في هالتوعية حول العالم عن أهمية الأكل اللي هو على صحننا. وأنا حبيت بس زيد الأكل اللي حول الصحن الأكل الأولي. مرسي، يعطيك ألف عافية. ويا جماعة ما تنسوا جابوا على آخر سؤال تبع هالحلقة، وممكن أنتوا فيكم تكون مع سامية لسيشن واحد الجامعة. ويعطيك ألف عافية وميرسي كتير على هيدا الشيء كمان، الفرصة للمشاهدين كمان. Thank you. أكيد، ميرسي إليك.